بقى في الفكرة هختم دي. معاك بالاسئله السريعه، الحوار معاك ممتع وجميل، مش عايزينه ينتهي لكن وقت البرنامج بينتهي. انا بعيد عن الاهلي من 2002 علشان يعني ما فيش سبب معين يعني، لكن انا متواجد على طول، بروح والدنيا سهله بالنسبه لي. انا بتكلم كشغل. لا، ما دي الشغل ده بقى. انا الفتره دي كلها انا شغال. فانا شغال، مش قاعد. بيتسو موسيماني مدرب كفء ولا محظوظ؟ لغايه دلوقتي محظوظ. لحد دلوقتي محظوظ. امتى نقول عليه انه كفء؟ شوف، انا دلوقتي يعني الظروف اللي احنا فيها ديت ظروف استثنائيه، وفي سياق كلامنا كنت بقول ان احنا نتمنى ان الظروف تبقى ظروف عاديه عشان نقدر نقول بقى يعني الاقرب للفوز ببطوله الدوري هذا الموسم هو الاهلي والزمالك. مش قادر تحدد واحد من الاثنين. واحد من مش عايز تزعل حد. لا هو لا فعلا دي، لا من غير ما ازعل ده او ده. الثلاثي الاقرب للهبوط على ما اظن اللي موجودين يعني في الانتاج وفي دجله ودجله وفي اسوان وفي البنك الاهلي. لا البنك عدى شويه. لا البنك عدى شويه دلوقتي. اللي تحت دلوقتي من تحت الانتاج، في يوم دجله، في يوم اسوان، في يوم البنك الاهلي، في يوم المقاولين العرب، في يوم غزل المحل. ايه ده غزل المحل؟ غزل بقى 32 بونت. يعني داخل في الدوامه. لا هو طبعا هيبقى صعب قوي الفتره اللي جايه دي، خصوصا ان احنا برضه مش شايفين الفرقه بقى لنا فتره. طيب اكتر مدرب عجبك في الدوري الممتاز هو؟ ايهاب. ايهاب جلال. مدرب تتوقع له يكسر الدنيا وكنت متوقع له يكسر الدنيا لكن خذلك؟ لكن خذلني؟ لا مفيش. انا ما يعني مفيش. افضل لاعب في الدوري لحد دلوقتي؟ يعني انا بقول الونش واشرف، الاثنين ايمن اشرف. الاقرب ليا من ابناء جيلي هو موجود معايا مصطفى، وموجود معايا شطه، وموجود معايا الخطيب محمد عامل وماهر وهلم جره يعني. كلهم لسه ما زالوا اقرب. الحمد لله. من خارج النادي الاهلي الاقرب لمختار مختار؟ من خارج النادي الاهلي كان يعني للاسف كان زمزم الله يرحمه. زمزم الله يرحمه. حسين، مين اللي عايز تقول له عيب؟ اللي عايز اقول له عيب انا مش هقول اسم يعني. نعم. بس هو يعني يتكلم عليا ويتكلم على ربيع ويتكلم على النحاس بشكل وحش قوي بدون اي سبب. نعم. وانا اتمنى تكون نيته لوجه الله. طيب مين اللي عايز تقول له شكرا؟ بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على النعيم اللي انا اللي انت معيشني فيه. تنورتنا وشرفتنا يا كابتن مختار، بشكرك شكرا جزيلا. والسنه الجايه الموسم الجديد بقى نشوفك ملعلع كده على الدكه دايما بتعمل نتائجك المحترمه اللي احنا متعودينها من الكابتن مختار. ان شاء الله. شكرا يا كابتن مختار. انا سعيد ان انا كنت معاك النهارده. بشكرك شكرا جزيلا. تحياتنا لاسرتك الكريمه. خلص الكلام اعزائي المشاهدين والمستمعين، مسك الختام، سلام.